بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. ما زلنا مع بعض في مسيرة المائة فقرة من كتاب الامتحان. وصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى الفقرة 74 بعنوان أسماء بنت أبي بكر. سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين، لأنها صنعت طعاما لأبيها. طبعا اللام هنا حرف جر، وأبيها اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء الخمسة، جي مفرد ومضاف لغير ياء المتكلم مكبر غير مصغر. لأبيها، والهاء هنا في محل جر مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طبعا أنا قلت من شوية ده ليه شروط الأسماء الخمسة. لأبيها والرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرتهما، ولم تجد رباطا له فشقت نطاقها. مفعول به طبعا منصوب علامة نصبه الفتحة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وربطته بهما وأسلمت بمكة بعد 17 شخصا سبقوها إلى الإسلام. سبقوها إلى الإسلام، تزوجها الزبير بن العوام، وكان عبد الله ولدها أول مولود ولد. انتبهوا بقى، الكلمة ولدها هنا هتبقى نعت لعبد الله، يعني عبده هنا هتبقى اسم كان مرفوع بالضمة، الله لفظ الجلالة مضاف إليه، ولدها نعت لعبد الله. أنا عارف إيه اللي بيدور في دماغ البعض دلوقتي، البعض بيقولوا ليه يا أستاذ مش بدل؟ لا، لو اتعكس الكلام تبقى بدل، مش ولدها كمان اللي تبقى بدل، عبد الله اللي تبقى بدل. احنا كنا قلنا ايه لو تفتكر، كلام كررناه قوي في الفقرات الكثيرة اللي فاتت، قلنا لقب او مهنة او درجة قرابة زائد اسم صاحبها. يعني مين اللي يجي الاول؟ درجة القرابة تيجي الاول، وبعدين تيجي كلمة اللي هي اسم صاحبها توضح مين ده. اخي، اهي درجة القرابة، اهي محمد، كده تبقى الكلمة الأولى تعرب حسب موقعها في الجملة، والكلمة الثانية تعرب بدل. لكن هنا اللي حصل اتعكس، جه الاسم الأول وبعدين جت درجة القرابة، في الحالة دي تعرب نعت. لو اتعكس الوضع بتاع اسم إشارة اللي هو عفوا بتاع درجة قرابة أو مهنة زائد اسم صاحبها تبقى نعت. يعني ديك مثال، لو قلت مهنة مثلا زي شاعر، مثلا قلت الشاعر احمد شوقي، احمد شوقي دي بدل. طب لو عكست قلت احمد شوقي الشاعر، بقت الشاعر دي نعت. لو قلت مثلا اخي محمد، اخي مبتدا ومحمد بدل. طب لو قلت محمد اخي فعل كذا، محمد اخي فعل كذا، انا كملت الجمله عشان اخي ما تبقاش خبر، محمد اخي فعل كذا، يبقى اخي هنا نعت. يبقى إذن يا شباب، حتى في اسم الإشارة كمان، لو قلت هذا الرجل بقت الرجل بدل. عارف لو عكست وقلت الرجل هذا، بقت هذا دي نعت. وأنا طبعا يعني أرجح هذا السؤال في ثانوية عامة، لأنه هو دايما بيجي بالطريقة المعتادة، وساعات بيحب يعكس. يعني الطلبة كلها تتعود على سؤال 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 سؤال، يفضل متعودين على سؤال، شيل غير وحط إلا، شيل غير وحط إلا، شيل غير وحط إلا، يقوم عكسها له مرة تانية، يقول له إيه؟ شيل إلا وحط غير. دايما يجيب لك اسم الإشارة ورا معرف بقال يعرب بدل، وهكذا. يعني شباب عشان ما أطولش عليكم، بس خلي بالكم الحكاية دي. ولد في الإسلام بعد الهجرة، طبعا هنا بعد على فكرة ظرف، والهجرة هنا تعرب مضاف إيه يا شباب؟ مضاف إليه، مجرور علامة جره الكسرة. استخرج من الفقرة مضارعا مجزوما وبين أداة الجزم. أولا أدوات الجزم لم ولما ولام الأمر ولن هي، وغير بقى أدوات الشرط الجازمة اللي تجزم إيه شباب؟ اللي تجزم فعلي. تعال نشوف كده، صنعت ولم تجد، تمام، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون بعد لم طبعا، ضميرا في محل نصب، ده امتحان ثانوية عامة على طول بيجي السؤال ده تقريبا، يعني ضميرا في محل نصب وآخر في محل جر. ايه رأيك نيجي نفتكر الضمائر بسرعة؟ تعالى كده افكرك بمحل الضمائر من خلال الخريطة الذهنية الاتية. ادي محل الضمائر اهي، بص قدامك كده، ده الضمير. بص يا سيدي، الضمائر بتبقى في محل رفع، في محل نصب، محل جر.
اللي في محل رفع اهي تاء الفاعل زي كتبت كتبت كتبتي. ياء المخاطبه انا كنت عرضتها قبل كده في احد التدريبات وبعيدها تاني لان التكرار بيعلم الشطار زي ما قلنا. ها تاء الفاعل كتبت كتبت كتبتي. ياء المخاطبه زي يقول تخرجين، تخرجين دي مكونه من فعل مضارع والياء ضمير مبني في محل رفع فاعل، انتبه. يصادقان او صادقا اهي سواء في المضارع او الماضي الف الاثنين. خرجوا ويخرجون سواء في الماضي او المضارع. ضربنا محمدا، خلي بالك هنا دي فاعل، احنا ضربنا محمد، احنا اللي ضربنا محمد. ها نون النسوة احتجبنا او يحتجبنا. ضمائر المنفصلة غالبا عشان ابقى على نجري على الضمائر اللي في محل نصب. ضمير اتصل بإن وأخواتها، إنه إنك إنهم إني، أو ضمير اتصل بفعل، وطبعا مش أي ضمير اللي هو مين، كاف الخطاب زي ضربك ضربكما ضربكم، زي ياء التكلم مش ياء المخاطبة، في فرق. ياء ياء المخاطبة لما أكلم بنت، إنما ياء التكلم لما أكلم أنا اقول جاءني محمد وهكذا، يبقى جاءني جاءني هيت واعجبني. الياء دي مفعول بها على فكره، وخلي بالك جابها في ثانويه عامه قبل كده. ها قال له ايه محل الياء ديت من الاعراب؟ كلمه اعجبني كانت الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، انتبهوا. ساله طبعا الهاء في كل انواعها يعني. ساله سالها سالهما سالهن. ونا المفعولين الياء ضربنا محمد، كده محمد هو اللي ايه؟ هو اللي ضربنا. يبقى النا هنا مفعولين، وطبعا بيتفهم من سياق الكلام. الجر بقى أي ضمير اتصل بالاسم زي كتابك زي احترامها زي عقيدتي، أو كل ضمير اتصل بحرف جر زي لك منك فيه له وهكذا. شباب إذن الشباب ده كانت تذكرة سريعة بمحل الضمائر. تعال بقى ندور سيدي أهي، بص ضمير ده أول كلمة سماها، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ما احنا لسه من شويه بقول لك اهو، بقول لك الضمير الهاء بكل انواعه لما يتصل بالفعل بيعرب مفعول به، فاذا هنا سماها. طب تعال ندور كده، لانها ايوه صح، ما انا لسه قايل لك حالا اهو اي ضمير يتصل بايه؟ بان، يبقى لانها دي ضميرين في محل نصب يا شباب. طب واخر في محل رفع، تعال بسرعه بسرعه نغش كده، ها مش نغش ولا حاجه يعني، تعال نفتكر يعني كده. ها يبقى الضمائر في محل رفع قدامك اهي، تاء الفاعل ياء المخاطبه الف الاثنين واو الجماعه انا الفاعل النون النسوه الضمائر المنفصله. لا انا برتب لك دماغك، انا بعيد عليك كتير عشان تحفظ طبعا، اكيد فاهمني يعني. ها ضمير في محل رفع فين هنا؟ طب صنعت يا استاذ تنفع؟ لا لا صنعت دي ما تنفعش خالص، ده مش ضمير اصلا، وقلتها مرارا وتكرارا في عشرات الفقرات السابقه. يا جماعه دي تاء تانيث واضح انها ساكنه. صنعت هي طعاما، يبقى لسه ما جبناهوش. طب شقت نفس الحكايه، برضه هنا التاء تانيث. ها بمكه سبقوها، ايوه ايوه تعال نشوف اهو، بص واو الجماعه خرجوا ويخرجون، واو الجماعه في المضارع والماضي بتعرف فاعل. تزوجها لا ده لا مفعول به. ها في حاجه تانيه؟ ما فيش. لا هي صح ضمير مبني في محل رفع، ما احنا قلنا الضمائر المنفصله فاكر اهو، كنا قلنا الضمائر المنفصله بتعرب ايه يا شباب؟ غالبا مبتدا، وهي فعلا هنا مبتدا لانها لم تقع توكيدا لفظيا او ما شابه ذلك. عايز خبرا لناسخ وبين نوعه، طبعا هنا واضح انها مفتوحه لناسخ دي، يعني خبر ان خبر كان براحتك بقى يعني، خبر كاد ها لانها صنعت، ايوه ده خبر لناسخ. خبر هتبقى الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن، وصنعت جملة فعلية في محل رفع خبر يا شباب، خبر أن لأبيها. تعالى نجد حاجة تانية كده، ها ولد بمكة لم ينكر وهي الآخر متى من، يعني دي اللي أنا شفتها دلوقتي عشان ما أطولش عليك، اللي هي خبر إن. اسم فاعل وبين فعله، يا سلام على وزن فاعل أو من مضمومة مكسور ما قبل الآخر. ها لأبيها فشقت نطاقها أسلمت بمكة العوام كان عبد الله مولود، تنفع؟ لا اسم مفعول اوعى تنسى. ها وهي اخر، يا بص بقى اخر، ايوه اسم فاعل من اخر، من اخر مش من اخر. طب ما تجيب واحد مهاجرين صح، من هاجر، يبقى اخر من اخر ومهاجرين من هاجر مش هجر طبعا، اوعى تعمل كده. مهاجرين ومهاجرات ده اسم فاعل من غير ثلاثي، يعني لازم الفعل بتاعي يطلع غير ثلاثي. السؤال اللي بعديه بيقول لي ان الاخلاق الفاضله والعلم مطلبان لاي انسان شريف. بص ده سؤال امتحانات، ركز لو سمحت، عايز احط الكلى
يبقى إن الأخلاق الفاضلة والعلم، خلي بالك دول منصوبين عشان في إن واقفة هي بتنصب، يبقى كلا، لا 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 مش هنسيبها كده، هنحط لها ضمير. طب نقول كلاهما، لا ما ينفعش لأنها هتأكد منصوب، يبقى كليهما. يبقى إن الأخلاق الفاضلة والعلم كليهما مطلبان لأي إيه؟ لأي إنسان. ده اللي بيقول سوف تدخل الجنة. اجعل هذه الجملة جواب شرط. طبعا هنا عايز يشوفك تحط الفاء ولا لا، الفاء بتاع الجواب الشرط. ها، من يتقي او من، لا ده تدخل، تدخل ان تتقي، تتقي تاء تاء قاف والقاف تحتها كسرة بس عشان هيبقى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. ان تتقي الله ها فسوف تدخل الجنة. تدخلوا تدخلوا ليه يا استاذ ضميمها كده؟ علشان الفعل المضارع لما يقع في جواب الشرط ويكون مقترن بالفاء، يكون جواب الشرط مقترن بالفاء، الفاء دي تمنع الجزم عن جواب الشرط، يبقى الفعل مرفوع. انتبهوا في الحكايه دي، لو شلت سوف هشيل الفاء الفعل يجزم. يعني لو انت تخيل كده قلت ان تتق الله ها تدخل الجنة، هنا أداة الشرط إن جزمت الفعل تتقي وجزمت كمان جواب الشرط اللي هو تدخل. لكن لو حطيت سوف تجيب الفاء، ولو اقترن جواب الشرط بالفاء يبقى الفعل لا يجزم بل يعرب حسب موقعه في الجملة. يعني إيه يا أستاذ؟ يرفع على طول؟ لا برضو مش يرفع، معلش الحتة دي بلح عليها لأنها حتة امتحانات تصبر عليها وطول بالك. ها ها، ما أقول إن تتقي الله فلن تدخل النار. بص، فلن تدخل النار، الجملة هي هنا كلها على بعضها جملة جواب الشرط اللي في محل جزم. لكن تدخل يبقى فعل مضارع منصوب عادي، يبقى تشال عنه الجزم الاقتران جواب الشرط بالفاء ويعرب حسب موقعه في الجملة بالعوامل المختلفة. بيقول في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة شقت فشقت؟ الفاء طبعا تستبعدها، وأصل الفعل يا جماعة ببساطة كده، أصل الفعل شق يبقى في باب الشين فصل القاف ثم القاف. طلاب كتير يقولوا لي لازم نقول باب فصل ثم، لا مش لازم نقول باب فصل ثم، ممكن نقول شين قاف قاف، وأنا بأكد على هذه المعلومة عشان ما تبقاش خايف وانت بتكتب. طب أستاذ ممكن برضو الأسئلة اللي زمايلكم بيسألوها دايما في الحتة دي، هو في إيه المعجم اللي بنبحث فيه من الآخر؟ يا جماعة هو حاجة واحدة بس، قاموس المحيط. يعني لو قال لك أين تبحث في معجمك عن، أين تبحث في القاموس المحيط عن كلمة شقة، أقول له باب القاف فصل الشين مع مراعاة الأوسط. يعني كل المعاجم ماشية 1 2 3 ما عدا القاموس المحيط ماشي 3 1 2، أو بمعنى الأصح آخر حرف أول حرف مع حاجة اسمها مراعاة الإيه يا شباب؟ مراعاة الأوسط. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. وبكده الفقرة 74 تمت بحمد الله.